مرحبا وبيك لله. عايشك؟ عايشك الحمد لله. اختصاصك شنو بالضبط؟ الاختصاص هي المشاكل العقارية والحالة المدنية. مجال تدخلك شنو فعلا؟ يعني نقوم بمتابعة الملفات نتاع الحرفاء والمتقاضين اللي هما عندهم مشاكل عقارية، فلدى المحكمة العقارية أو لدى المحكمة ساعات زادة النواحي اللي عندهم مشاكل في الحالة المدنية، هذا الاختصاص نتاعي. المشاكل العقارية في تونس مشكل كبير، قضايا تتعدى سنين، يتوفى البو يتوفى الأولاد والقضية مازالت ما تحلتش، علاش؟ لأنه ثم أنواع متاع قضايا اللي هي تتطلب الوقت هذا الكل، رغم اللي المحاكم العقارية يعني توجدت بكثرة في تونس، وزاد القضاة موجودين على ذمة المواطنين وعلى ذمة المحامين وعلى ذمة المتقاضين. تبقينا المشاكل العويصة اللي هي عندها ساعة لساعة مئات السنين. ثم العقارات التونسية اللي هي غير مسجلة، وعقارات اللي هي حتى كانت مسجلة هي على الشياع، والشياع هذا ما ينجمش يبوت فيه ما عدا المحكمة العقارية، ويلزم الملف يكون كامل باش تنجم تبوت فيه المحكمة العقارية. فشنو يجي هنا تلقى ملفات ناقصة الوثائق. عندنا برشا قضايا المواطن يقول لك دوسية كامل والأدلة كاملة والمحكمة حكمت لكن هو ما نجمش ينفذ. لا الكلام هذا مجانب للصواب، لانه اذا كان الملف يكون كامل ساعة المواطن ما يعرفش وماهوش مؤهل باش يحكم على الملف نتاعو كامل ولا لا، ثم اجراءات وثم وثائق اللي تكون ناقصه ومفقوده في الملف، لانه تلقى الالقاب قديمه، الالقاب قبل يعني صدور مجله الاحوال الشخصيه تولدت برشا القاب سابقة اللي تم طرحها ومشات وقعدوا بالألقاب الجديدة. تلقى ساعات زوز أخوات وماهمش فرد لقب، وتلقى ساعات قبل الأب متزوج بثلاثة نساء لكن كل واحد واللقب نتاعه أولاده. فإذا كان عنده تركة تتمثل في عقارات ولا حاجة، وقت يجيوا يستظهروا بحجة الوفاة، حجة الوفاة هذه تكون يعني بعدة ألقاب، فيصعب على إدارة الملكية العقارية ترسيم الحجة هذه، ويلتجئوا إلى المحكمة العقارية اللي يلزمها تبني الأحكام نتاعها على وثائق صحيحة اللي هي مفقودة. فمن هنا تطويل الحكاية. شنو أشهر القضايا اليوم اللي عقارات فجأة ظهروا لها ورثة؟ في تونس فما برشا قضايا معروفة. نعم فما برشا، لأنه هي يلزم تفرق بين العقار المسجل والمرسم واللي هو فيه رسم عقاري، والعقار اللي هو غير مسجل. العقار اللي هو غير مسجل وخاصة العقارات الفلاحية يتعدى عليها المسح الإجباري في تاريخ سابق، والملاك الأصليين ما يحضروش، رغم اللي يعني ينشروا لدى المحاكم والولايات والمعتمديات والبلديات. معناه سامحني أب ولا جد عنده أرض ينجم يلقى روحه نهار في نهار فجأة هو ما في بالوش أرض وما نعرفش يقسموها ناس آخرين كتير وصارت. إي نعم هذا لأنه قلت لك تعدى عليها المسح الإجباري والملاك الأصليين ما همش حاضرين. فكل كيفاش هما يعملوا مسح إجباري؟ أصلا ما دام ما تنجمش تعمل عليها مسح إجباري ما دام مالي الأرض مش موجودين، وهذه تكررت برشا مرات. ما هو المشكل الأرض هذيك ما فيهاش رسم عقاري، هي غير مسجلة، ما فيهاش رسم عقاري، مسيبة ومهملة. ف الشيعة نقولوا احنا لا ما فيهاش رسم عقاري بتاتا، مش حتى على الشيعة. وقت يتعدى المسح الإجباري ويعلم ويعطيهم ثلاثة أربع شهور في ديهم باش الملاك يجيو يحضروا ويستظهروا بالملكية، الوثائق نتاعهم ما يحضروش، فاللي هو غاصب الأرض هذيك ويستغل فيها يقول أنا راني، ويجيب مع زوج شهود ويقول راهو أنا نستغل في القطعة هذه الأرض ورثتها لبابا، راني تجاوزت العشرين سنة. فالحاكم القاضي المقرر وقتها هو والشهادة اللي استظهروا بهم ينشر قضية لدى المحكمة العقارية ويستصدر فيها حكم. إذا كان صدر حكم نهائي وبات حتى كيف يظهروا بعد الملاكة الصحاح ما عادش عندهم حق بعد صدور الحكم. هذه طرحت برشا إشكاليات وبرشا عائلات لسبب أو لآخر كانوا بعاد لقاو رواحهم فجأة أرضهم فكوها لهم، فما حتى ناس زورت ما نحس جاب شهود هي الارض هذيك نتاع الناس هذوكم معروفين، فجأة جاب شهود اللي هي الارض نتاعو وتسجلت له
والاخرين ارضهم ما نجموش ياخذوا ارضهم. معناها شنو اللي يخلي اليوم العمليه بسهوله هذه انه ينجم يفك ارض اي مواطن؟ ما هو القانون شنو نوصل هنا اذا كانت عدى عليها المسح الاجباري واصدر فيها حكم واصبح الحكم بات ونهائي. ما عادش عندهم الحق في الرجوع، حتى المحكمه ما عندهاش حق ترجع، وانما الملاك الاصلي اذا كان يصدر بوثائق عنده الحق في القيام بقضيه في غرم الضرر. ويثبت ملكيته لقطعة الأرض هذيك، ومن بعد المحكمة تعين خبير ويقولوا راه الأرض هذه قيمتها كما نقولوا احنا 100 مليون 200 مليون، السيدة اللي استغل الأرض هذيك يعطي 100 مليون للملاك الأصليين. سير إنه فما ناس بعد ما استولوا طبعا، لا واقع واقع برشا، وكان تدور على المحاكم العقارية وتشوف آلاف القضايا المنشورة من النوع هذايا. آلاف اللي يعني ما عندناش العدد الكافي من السادة القضاة باش ينظروا في مثل هذه القضايا، وعندنا هو المشكلة تولد من الأحباس. قبل تونس الأغلبية الأراضي كانت محبسة، والأحباس هذه وقعت فيها مشاكل في المستحقين. المستحقين ما همش الكل مرسمين وموجودين، المستحقين ماتوا عن غير عقب وما خلاو حد وراهم. باش نسألك أنا كمواطن، احنا اليوم باش يشري أرض شنو هي المراحل اللازمة كلها باش ما يلقاش شكون يستولى عليه غدوة؟ مراحل التسجيل. تفضل. العقود ساعة لازمها تكون من طرف محامين أو من طرف السادة عدول الأشهاد. وثم السيد عدل الأشهاد أو المحامي طبعا سيطلع على الملف قطعة الأرض هذيك بالملكية العقارية، ويشوف اذا كان فيها مشاكل ولا لا، ومن بعد يتم تحرير العقد. ان تحرر العقد يلزم يتم تسجيله في اقرب وقت، واعلام الملكيه العقاريه نصبوا الملف هذاك باش ما عادش تقع عليه حتى عمليه اخرى. بقينا وين تقع عمليه التحيل؟ ساعه لساعه نتعرضوا لعمليه التحيل لكون الملاك في ثلاثة ايام في نهارين يبيع قطعه الارض هذيك نتاعه ولا العقار يبيعها لاربع خمسه من الناس. بطريقه اللي كيف يمشي السيد المحامي او الواحد يطلع يلقى ما ثماش عمليات جاريه على الملف هذاك، فيقوم ما يلقاش مانع للعقد، فيقوم بتحرير العقد نتاعو. اونتر تون ثم اثنين ثلاثه شراو قبله في النهار هذاك قبل بنهارين. كلهم اللي صاروا في الوضعيه ذي وارض باعت اكثر من مره، الكلهم باع لهم في ظرف ثلاث اربع ايام؟ اي نعم. شو الحل بالنسبه باش ما يصيرش فصل؟ هذايا انا نرى بصفتي كمختص ان شاء الله، يلزم اداره الملكيه العقاريه عندما يقوم السيد المحامي أو العدل الأشهاد بالاطلاع على رسم العقار هذاك ينص عليه راهو العقد هذايا على ذمة الأستاذ الفلاني الفلاني، راهو ما عادش تعمل عليه حتى أي عملية. يعني إجراءات سهلة على الآخر تكون. نص التنصيص عليه بطريقة قانونية، راهو العقار هذايا طلع عليه الأستاذ الفلاني وراهو العقار هذايا موضوع بيع. فالزميل اللي يجي بعده المحامي او عدل الاشهاد يلقى راه ثم شكون قاعد يقوم بعمليه بيع، فما نجمش يتصرف فيه. واللي بيع شنو العقوبه؟ اقصى عقوبه ليه؟ العقوبه نتاعو هذا تحيل. يعني سمح نشوف فيهم بيعوا. هو كيف يبيع يبدل العنوان نتاعو ويخرج ما عادش موجود. اما لو ثم العثور عليه يعني عمليه تحيل ينجم يشد السجن ويخلص ما عادش عنده واحد ويشد السجن عام اثنين عام اثنين تو ينجم يعملوها عادي جدا. ايه يعملوها هذه مشكله سمح تتحايل بالملايين تحيلت وشد عام عاد نعم اي نعم لا لا ويعني فيها يتحايلوا مقصود ومعامل وفاهم كل شيء وفاهم القانون يقول لك نبيع ونضربك الاربع سور ونشد الحبس ومن بعد نخرج. شكرا لك.